راوغ الروس في السياسة وأجرموا في الحرب. الأمريكيون وجدوا في هذه المراوغة مخرجاً صورياً لقرارهم باللامبالاة حيال المأساة السورية. تشرد السوريون بين طائرات بوتين وبيانات أوباما ووزيره كيري. غسان سلامة الذي كان مستشار الأخضر الإبراهيمي قال في عام 2013 إن سوريا في المرتبة الخامسة من اهتمامات الأمريكيين. المراقبون والمحللون السياسيون يجزمون اليوم أن سوريا لم تعد على أي أولوية أو أي قائمة من قوائم اهتمامات الإدارة الحالية التي هي امتداد لإدارة عام 2013 برئاسة باراك أوباما. في ذلك الوقت كلما دمرت السخوي الروسية حياً في حلب أو حمص أو غيرها، بحث واعظ البيت الأبيض عن الخطوط الحمر وهدد كيري بوقف الحوار مع موسكو. استمرت هذه الثأثأة وهذه اللامبالاة، ولو أن الأمر اقتصر على اللامبالاة لكان هيناً، ولكن يبدو أن هذه الإدارات لم تشبع بعض من عذابات السوريين ومن الكذب عليهم ومن المتاجرة بهم من أيام الخطوط الحمر والكيماوي والأيام المعدودة حتى يومنا هذا، حيث يتردد في وسائل الإعلام أن الإدارة الأمريكية الحالية ترسل مندوبين للاجتماع بقادة ميليشيات قسد ومنهم مظلوم عبدي، مطالبة إياهم بفك الارتباط بقادة قنديل. وهذا ما لن يكون. التفاؤل ذهب بهذه الإدارة أبعد من ذلك، فأرسلت مندوبين للاجتماع مع ممثلين عما يسمى المعارضة في اسطنبول، وتريد من هؤلاء ومن القسديين توحيد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شرق وشمال الفرات وشمال غربي سوريا. وهنا لا نريد أن نقول أيضا أنه لن يكون، كي لا نتهم بأننا من يثير الفتن ويسعى لتخريب أي مبادرة تهدف لتوحيد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ولكن بالله عليكم، هل هذه الميليشيات التي قتلت أمس 3 مدنيين في عفرين هي ميليشيات خارجة عن سيطرة النظام؟ هل هذه الميليشيات الإرهابية يمكن أن تفك ارتباطها مع قادتها ومرجعيتها في جبال قنديل؟ ثم من قال للأمريكيين إن ما يسمون أنفسهم بالمعارضة يمثلون الشعب السوري الثائر أو يمثلون الشمال السوري أو يمونون حتى على أصغر طفل في ذلك أو تلك المناطق أو على ذرة تراب واحدة، ثم يتحدثون وكأن هذه المعارضات تملك من أمرها وتملك أن تقبل أو ترفض، والجميع يعرف وأولهم واشنطن أن هؤلاء ينفذون ما يؤمرون به، وأن هذه الأمور لا يتم مناقشتها بمعزل عن تركيا التي تصنف الطرف الأول إرهابياً وتهدد يومياً بشن الحرب عليه، وتشغل الطرف الثاني الذي لا يملك أن يرفض لها طلباً أو يعصي لها أمراً أو أن يأخذ قراراً دون موافقتها. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تواصل تسليتها بعذابات السوريين وتملأ فراغ وقتها باختراع ألعاب وأحجيات تخلط فيها الوهم بالمستحيل، وتريد أن تكذب كذبة جديدة متظاهرة أنها عادت للاهتمام بالملف السوري وأنها مطلعة على ما يجري في سوريا وعلى معاناة السوريين الذين لو أنصتوا إليهم لسمعوهم يقولون حلوا عنا جميعكم، أنتم وقلقكم واهتمامكم الذي تمنون علينا به، حلوا عنا أنتم ودعواتكم ومتجراتكم فوق ركامنا وفوق جثث وجروح أكثر من 4 ملايين سوري، حلوا عنا أنتم ومبادئكم وشعاراتكم المفرغة من جميع المبادئ الإنسانية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الإدارة الأمريكية جادة في مشروع توحيد مناطق الميليشيات الكردية مع الشمال السوري أم إنها تضحك على نفسها وعلينا؟ ألم ترى هرولة هذه الميليشيات نحو موسكو كي تتوسط لها أن يرأف نظام الأسد بها قبل أن يبطش بها عدوها التركي؟ ألم ترى كيف تعاملت الميليشيات الكردية مع الثورة على مدى 10 أعوام وقالت لجميع السوريين لكم ثورتكم وليروج آفا
سواء جاءت على حساب أحلامكم وحريتكم أم على حساب وحدة الأراضي السورية وبحثنا الدائم عن راع وسيد يكفل لنا هذه الدويلة المستحيلة. وبالمقابل، هل توحدت فصائل نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات وهيئة تحرير الشام فيما بينها كي تتوحد مع ميليشيات قسد القنديلية؟ ألا ترون الضرائب التي يفرضونها فيما بينهم وكأن كل منهم دولة مستقلة؟ بالله عليكم، هل أنتم مفصولون عن الواقع أم تريدون أن تقدموا مقترحاً لفيلم هوليودي من أفلام الخيال العلمي؟